مساء الخير يا جماعة، أنا برحب بيكم جميعا زميلاتي وزمايلي العزاز جدا. اسمحوا لنا نرحب دلوقتي بوزير ثقافة دكتور أحمد فؤاد هنو، وطبعا الأستاذ عمرو الفقي رئيس تنفيذي للشركة المتحدة. شكرا، مساء الخير. الحقيقة في البداية أحب أبدي سعادتي الشديدة الحقيقة بتواجدي في العالمين، طفرة رائعة جدا في المجال المعماري والإنساني كمان. المكان بيحصل فيه تطور سريع جدا على المستوى الإنساني قبل كمان على المستوى المعماري، وده شيء مقدر جدا ومثمن. أنا ما برجع بالذاكرة لورا بفتكر مش من زمن بعيد الحقيقة، من عقد من الزمن كانت المنطقة ديت منطقة صعبة جدا التواجد فيها، وكان فيها مشاكل بيئية كبيرة جدا ومشاكل بنية تحتية ضخمة من مخلفات طبعا قديمة في التاريخ كلنا عارفينها. النهاردة اللي احنا بنشوفه بنشوف مدينة عالمية، مش مجرد بس عملية تخطيط عمراني ليها، ولكنها كمان ثراء إنساني واسع جدا في تنوع ثقافي وفني وحضري. الحقيقة يحسب أنه امتداد للعمران المصري في المنطقة الغربية. الحقيقة العالمين بس مش مجرد مدينة، ولكنها كمان حدث، محور ارتكاز، بؤرة ثقافية فنية لجميع الطوائف المصرية. العالمين يمكن من أول المدن المصرية كمان جمعت كل الأقاليم المصرية كلها تحت مظلة واحدة، وكل الطوائف المصرية من طبقات اجتماعية مختلفة لكن كلها تحت أمبريلا واحدة أو تحت مظلة نهاردة اسمها العالمين. فالعالمين بقتش بس مرادف لمدينة، ولكنها تجمع كبير جدا من الثقافات والأعراف والرؤى المستقبلية بإذن الله. فأنا مش عايز أطول عليكم الحقيقة في هذه المقدمة، ولكني طبعا لا أنسى الحقيقة أن أنا أثمن المجهود الشركة المتحدة والحقيقة الشراكة ما بيننا شراكة كبيرة تحمل طياتها عدد كبير من المشروعات التنموية في المجال الثقافي. الحقيقة هم شركاء أعزاء علينا جدا، والخدمات التي تقدمها الشركة المتحدة مثمنة على المستوى الثقافي وعلى المستوى الفني. فشكرا ليك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضلوا يا سياده. مساء الخير على حضرتك سياده الوزير، مساء الخير استاذ عمرو، مساء الخير على حضراتكم جميعا. رانيا ناصر مراسله قناه دي ام سي، كيف رصدتم التنوع الثقافي في فعاليات مهرجان العالمين في النسخه الثانيه؟ شوفي اقول لك على حاجه، احنا عندنا الثقافه عباره عن كذا مرادف الحقيقه وكذا وسيط، هي كلها تجتمع في الآخر عشان تعمل شكل تثقيفي واحد أو شكل يقول عليه أيديولوجية مصرية. فالشكل الثقافي في العالمين كان متنوع جدا الحقيقة، عندنا فنون شعبية، عندنا مسرح، عندنا فنون تشكيلية، عندنا مكتبات عامة، عندنا كمان حرف تراثية. كل ده الحقيقة بيدي شكل تكاملي جدا انتجريتد خالص كله مع بعضه، إنه بيطلع لنا إفراز في الآخر شكل ثقافي وفني كله على بعض. طيب لو احنا قلت لك ان الثقافه ديت او الجزء ديت الرافد دوت يبقى منعزل، ولكنه ليس بانعزاليه خالص. دور وزاره الثقافه انها بتنمي هذه الروافد وانها بتعمل اتصالات بينيه ما بينها وبين الروافد الاخرى عشان تطلع في الاخر شكل فني متميز جدا. وطبعا درجه التميز ديت نحسبها بمنتهى البساطه على قد ايه رضا المتلقي كمان عنها، او قد ايه التاثير ده على المتلقي اللي بيساهم في ده. فاحنا سعداء جدا مش مجرد بس الخدمات اللي بتقدمها وزارة الثقافة جواها كمنتجات فنية مختلفة أو متنوعة، ولكنها طبعا أكيد تأثيرها كمان على المتلقي ده الحقيقة بيدينا درجة تشجيع كبيرة جدا، لأن احنا كمان بنقيس التأثير ده الحقيقة، بنقيس قد إيه الاستيعاب للمتلقي ده بيسعدنا جدا إن احنا عندنا القدرة ديت ولسه عندنا القدرة على التأثير على المواطن بإذن الله. مع الوزير برحب بحضرتك واستاذ عمرو، طبعا برحب بحضراتكم احمد ابو نيم من قناه الحياه. اهلا وسهلا. سؤالي بدايه لحضرتك، عارفين دايما وزاره الثقافه دائما بتعمل على تعزيز الهويه الوطنيه المصريه ونشر الوعي طبعا ما بين فئات المجتمع، لكن عايز اعرف من حضراتكم، حضراتكم يمكن شاركتوا بحوالي 100 عرض هنا في مهرجان العالمين. 150 تمام. بالتالي في اكيد رسائل ومحتوى حضراتكم اكيد بتركزوا عليها، عايز اعرف اهم الرسائل انتوا ركزتوا عليها، مش مجرد تقديم ترفيه وخلاص، ولكن في رسائل معينه. ده سؤال حضرتك. استاذ عمرو، انا سؤالي برضو لحضرتك، بالنسبه طبعا الكل اشاد بمجهود الشركه المتحده في مهرجان العالمين، وطبعا بالفعاليات الموجوده هنا في المهرجان، ويمكن من اهم هدفها ترويج لمدينه العالمين، ولكن بتكلم على فكره ان يكون في ترويج على طول، بمعنى توظيف قصص الدراميه حول
العالميين ومهرجان العالمين. بمعنى لو انا عندي مسلسل مثلا حول عامل بيعمل في احد المصانع، ممكن يكون عامل بيعمل في الأوراق الشاطئية هنا وقصة المسلسل تدور عليه، وبالتالي عملت بشكل غير مباشر، أو رب أسرة بدل ما يخرج يجي هنا في مثلا في مهرجان العالمين أو ما شابه. طيب خليني أقول لك إن ده سؤال جميل جدا ورائع الحقيقة، وأنا أثمنه جدا وأثمن قناة الحياة طبعا تواجدها معانا النهاردة. شكرا لك على السؤال الجميل ده. خليني أقول لك إن إحنا عندنا شقين. الشق الأولاني هو تأكيد الهوية المصرية وبناء الإنسان المصري في هذا الشق، والحقيقة أن ده لا يتسنى لينا غير أن احنا بندعم كل القدرات بتاعتنا زي ما قلت قبل كده، الروافد اللي بتاعتنا أنها تبني الإنسان المصري. الإنسان المصري أو الإنسان عامة بيبقى عامل زي الأجزاء ممكن تبقى تكاملية جدا عشان تقدر نوصل لشكل أو مجسم كامل ليه بعمل إزاي الحقيقة. وده إحنا سعداء جدا إحنا قدرنا نغطي نسب كبيرة جدا من المشاركات ديت، ندي طبيعة الهوية المصرية، وبالتالي بندي نوع من الفخر إنك أنت عندك قد إيه المساحات ديت جوه الشخصية نفسها، فبتطبع في الآخر وبتقدر إن هي نطلع منها إنتاج كويس أو إفراز كويس بيعكس الحضارة المصرية بالكامل والثقافة المصرية. الشق الثاني الحقيقة وزارة الثقافة ده هدفها الأساسي إن هي مش مجرد بس إنها بتقوم بأعمال فنية أو ثقافية، ولكنها كمان بتقدر إنها ترعى هذه المواهب الفنية المختلفة من تمثيل أو في المسرح أو في الفنون التشكيلية أو في الأداب أو في حتى في القدرات بتاعتها كأنشطة ثقافية وفنية. فالحقيقة إن الشقين دول بيتكاملوا مع بعض جدا، الشقين دول ما ينفعش ينفصلوا عن بعض. فأنا سعيد بالسؤال ده جدا، ولكن تأكد أن الهدف الأساسي في الأساس خالص جوه العالمين هو بناء الإنسان المصري.